يعني انت ما تقدر تمنع الان الناس انها تقول والله في شيء قاعد يصير ما احنا ما ندري عنه. ما في اشياء ملموسه تقعد تلمسها وتقعد تتهم الناس بالتمام، ولكن في قرائن، في ادله. اذا الخطا جالس يتكرر وبالاسلوب هذا وبالطريقه هذا وعلى عينك يا تاجر، لا يا حبيبي وقف ستوب. انت وين تودوننا؟ وانت قاعد تودون الرياضه السعوديه؟ انت وين قاعد تودون الملعب هذا؟ الملعب هذا وين تودون الجمهور هذا؟ وانت الانديه وش قاعد تودون؟ لا سيما ان رؤساء الانديه، وانا استغرب منهم، وش معنى الصمت اللي قاعد يصير هذا؟ والبيانات الناعمه هذه اللي قاعد، واللغه الدبلوماسيه اللي قاعده تصير هذه، ويطلع الان انا ملاحظ بدات تطلع اصوات الاجهزه الفنيه اكثر على الاقل شيء، ويطلعون انا ما اتهم بلغه خفيفه. طيب انت الان انت يا لجنه الانضباط، خلينا بدخل على لجنه الانضباط، ان تمنع الشخص ينتقد التحكيم اللي قاعد يسوي اصابات وكسور، وحتى في الدرجه السنيه يقول لك 4 لاعبين شالتهم الاسعاف. طيب انت يا لجنه الانضباط ليش ما تحمي اللعبه من اللي قاعد يصير من اللجنه هذه؟ تطبيق الانظمه والقناه، تعالوا امسكوا النظام والقانون وشوفوا ايش اللي قاعد يصير. هل فعلا في التحكيم تضع الخط على اليد؟ هل في؟ طب تعال ليش وضع اليد؟ ليش وش اللي قاعد يصير؟ هل في ان اللاعب يصير كسر ولا البروتوكول التقنيه الفار ما تنادونه؟ طب تعالوا خلينا نشوف. اما انه والله لا، خلينا نشوف الخطا وخلينا نتكلم. واضافه الى ذلك، غياب تام من المسؤول، هو يعتقد انه والله اذا سكت وغطى راسه في الريح هذه انه راح تعدي. العمليه قاعده تكبر، خلينا نقول الكره قاعده تكبر في الرياضه السعوديه الان، كره نار الكل قاعد يرميها. المشكله انا ما ادري من يحمي مين. هل رئيس لجنه التحكام يحمي الاتحاد السعودي، او الاتحاد السعودي يحمي رئيس لجنه التحكيم، او ان رئيس التحكيم اذا طلع قال والله ما في اخطاء انك والله برافو عليك تحملت المسؤوليه؟